خلينا نبدا الاول بالجزء الاول دكتور احمد ثابت، والجزء الاول في اهم الانجازات للنادي الاهلي في 2023. في البدايه طبعا كل سنه وكل الناس وكل الامه الاسلاميه بخير، عام جديد ان شاء الله سعيد على كل الناس. خلينا اقول لحضرتك ان عام 2023 هو كان يعتبر احسن الاعوام على النادي الاهلي في رقم قياسي. أيوة. في عدد بطولات النادي الاهلي، يمكن الناس اول مره هتسمع الرقم ده. ايوه، النادي الاهلي حصل على 41 بطوله، 41 بطوله في جميع الالعاب، هنقولها بالتفصيل معاك جرافيك الحاجة كل حاجه لو سمحت حطها لنا يا شوارد. لو سمحت 41 بطوله. يمكن انا تواصلت كمان مع الكابتن خالد العوضي مشكورا، وهو خالد عنده ايه وهو كمان ساعدني في الاحصائيات العاب الصالات، وليه دور مجهود كبير جدا طبعا، مدير اداره النشاط الرياضي مدير النشاط الرياضي طبعا في النادي الاهلي. 41 بطوله للنادي الاهلي في عام 2023، نقولهم بالتفصيل. اتفضل. كره القدم 5 بطولات، وهنفسر كل البطولات الموجوده. فصل. كره اليد 7، كره السله 8، طايره 4، نكمل كره الميه بطوله الدوري اللي اخذناها طبعا بغياب 20، ما كناش اخذناها من 20 سنه، تنس الطاوله 4 بطولات، جهاز العاب الميه اللي هي العاب السباحه 7 بطولات، العاب كوره 4 بطولات، الجمباز بطوله واحده، مجموع البطوله ده رقم قياسي، 41 بطوله في عام واحد للنادي الاهلي عام 2023. نفسرهم ونقول بقى هم البطولات. نبدا الاول بكره القدم. ماشي. الخمس بطولات اللي اخذناهم في كره القدم: الدوري المصري كنا حصلنا عليه 10 يوليو 2023. اوكي. كاس مصر كان 10/4/2023، السوبر المصري 5 مايو 2023، والسوبر المصري الاخير اللي هو 28 ديسمبر، ودوري ابطال افريقيا. كمان دول الخمس بطولات بالاضافه الى برونزيه بالمونديال. طبعا البرونزيه ما بتعتبرش بطوله، فهي 5 بطولات وبرونزيه، برونزيه كاس العالم للانديه في القدم. اليد 7 بطولات. اوكي. الدوري، دوري المحترفين رجال، كاس مصر رجال، كاس السوبر الافريقي، افريقيا ابطال الدوري رجال، كاس السوبر المصري رجال، الدوري العمومي سيدات، وكاس مصر سيدات. 7 بطولات في كره اليد. تمام. رجال وسيدات. حاجه عظمه. نكمل بقى العظمه الكبيره، السله. السله 8 بطولات، اكتر لعبه اخذنا فيها بطولات كانت السله، 8 بطولات: دوري المرتبط رجال، دوري السوبر رجال، كاس مصر رجال، بطوله افريقيا رجال، دوري المرتبط سيدات، كاس مصر سيدات، الدوري الممتاز سيدات، كاس السوبر المصري سيدات. دول السله. 8 بطولات في السله، 8 بطولات، و7 في اليد، و4 في الطايره. نخش في الطايره 4. ايه هم الاربعه؟ على الرغم من ان ده يعتبر موسم قليل بالنسبه للطايره، لكن كده واخدين 4 بطولات برضو: 2 في الرجال اللي هو كاس السوبر المصري رجال، البطوله العربيه رجال، كاس السوبر المصري سيدات، والدوري العام سيدات. دول الاربع بطولات اللي ايه في الطايره. يبقى احنا واخدين في الطايره 4، السله 8، اليد 7، القدم 5. نخش في الالعاب الثانيه اللي هي كره الميه. كره الميه الدوري اللي اخذناه ده كان طبعا نادي الجزيره كان مسيطر على اللعبه. النادي الاهلي حصل السنه دي على الدوري بعد 20 سنه غياب دوري كره الميه. ايوه. بعد كده تنس الطاوله كريم، 4 بطولات في تنس الطاوله: الدوري العام رجال، منطقة القاهرة رجال، الدوري العام سيدات، ومنطقة القاهرة سيدات. الدوري العام ده كان 5 يونيو 2023، والدوري العام سيدات كان برضو نفس اليوم، ومنطقة القاهرة 19 مارس، ومنطقة القاهرة سيدات 31 مارس. دول في تنس الطاولة. بطولة واحدة للنادي الأهلي في الجمباز، بطولة الجمهورية رجال، 6 يناير 2023. خش في اللي بعد كده، جهاز ألعاب المية. ألعاب المية اللي هي جهاز، يعني إيه جهاز ألعاب المية؟ يعني السباحة القصيرة والسباحة الطويلة والباليه يعني والغطس. فضل. كل الحاجات دي. السباحة القصيرة رجال أخذنا بطولة الجمهورية، والسباحة القصيرة سيدات أخذنا بطولة الجمهورية، وسباحة طويلة رجال بطولة الجمهورية، سباحة طويلة سيدات برضو بطولة الجمهورية، والباليه المائي سيدات بطولة الجمهورية، كاس مصر غطس رجال، وكاس مصر غطس سيدات. أوكي. 7 بطولات للنادي الأهلي، برضو من الألعاب اللي أخذنا فيها كتير جهاز ألعاب المية. بعد كده ألعاب القوة، 4 بطولات للنادي الأهلي في ألعاب القوة: درع المنطقة رجال، درع الجمهورية رجال، درع المنطقة سيدات، ودرع الجمهورية سيدات. كده 41 بطولة. 41 بطولة للنادي الأهلي في عام 2023، وده رقم ما حصلش قبل كده. يمكن إنجاز بصراحة
يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي الاهتمام بكل الألعاب. أنت بتصرف على كل الألعاب دي، وده على فكرة مش موجود في الأندية العالمية. يعني في أندية لا 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 متخصصين فقط في سلة يعني ريال مدريد وبرشلونة والكلام ده، متخصصين بس في سلة سلة ويد كورة ويد. لكن أن أنت تصرف على كل الألعاب دي وتجيب 41 بطولة في سنة واحدة. أقدر أسألك السؤال ده بس مش عارف هتعرف تجاوبه ولا لا؟ 41 من كام؟ لا 41 من كام دي محتاجة لسه أرقام تانية. بس انت بس لو حسبتها 41 من 55 مثلا، لا ممكن من 60 او من 60. لان في حاجات مثلا الطايره خسرنا فيها يعني هتلاقيها برضو يعني ممكن من حاجه و50 مش من 60. ما انا بقول لك مش هتوصل يعني مش هتوصل. هتلاقيها بنسبه مثلا من 60 ل 75% من بطولات اعتقد النادي الاهلي. 75% هي الاقرب. هو عام اهلاوي، عام اهلاوي بكل، لان كل ما تيجي تغمض وتفتح تلاقي بطوله. فيعني كانت البطولات كثيره جدا في، ونتمناها دائما كثيره بهذا الشكل يعني لا نقصد شيء. طيب كريم